والله يعني مرضى تعبنا وكنا خلنا نفتح محل احسن لنا. فمرور ايام قمنا نشتغل فتحنا هذا المحل، ابيع بقلاوه وهذني حلويات، الكيلو ب8. قام يفتح على الاهالي ولما وسواها، وقاعد نجيب كم يوميا ندرس، سوينا حفلات بالاعياد والمناسبات، وفتحنا هذا نبيع بين على اللي يجون، مثلا اليوم جامعه اجت نشتغل بيها احنا نبيع عليهم. هاي عندنا كابتشينو، شاي، قهوه ومسكافيه. من داخل بنايه دار الايتام والمسنين حبينا نسوي فتح باب رزق للايتام، مشروع خير لهم، عباره عن اكشاك تتضمن الحلويات واللبلبي والعصائر والاكلات السريعه، يعني فد شيء بسيط حبينا نقدمه لهم حتى يعتمدون على نفسهم، وهم بهذا العمر صغار. لما انت تجي وتقول له هذا باب رزق اعتمد على نفسك، يعني فد شيء حلو هو بالنسبه له، راح ياخذه للكبر ويتعلم، حتى ما يبقى مثلا يعني مد ايده لهذا ينتظر هذا ينطيه، وان شاء الله الله يوفقهم يا ربي.